إلى ذلك طلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتوفير 104 مليون دولار بشكل عاجل من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين القادمة. وأوضحت الوكالة أن هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن المساعدات للمدنيين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية.